انت عشان تفهموا المساله في حقيقتها، اي منطق يتسلح بها هؤلاء؟ شيء غريب غير مفهوم يا اخي، لانه لا منطق. انا اقول لكم لا منطق اصلا. اي منطق؟ لا منطق، ما في منطق في القضيه كلها، في الاقصاء والكره. في منطق خطاب مين؟ خطاب اعداء الحق واعداء الدين. الان صار هذا الخطاب باسم الدين، تلبس بلبوس الدين، نرجم، نقتل، نمنع دخول البلاد، وندعو الى نفس منطق هؤلاء اعداء الحق. عمره ما كان إيه أصحاب الحق يتسلحون بهذا المنطق. حاشا لله، لست عليهم بمسيطر، إن عليك إلا البلاغ، وإن أو إياكم لعلى إيه؟ هدى أو في ضلال مبين. لا إكراه في الدين، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، أنلزمكموه وأنتم لها هذا منطق دعاة الحق، هذا منطق أصحاب اليقين. لكن منطق نخرجنك، نرجمنك، نقتل، نذبح، نفعل، هذا منطق أعداء الحق، أعداء الحق. قال: أولو كنا كارهين؟ قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجأنا الله منها. الآية. وظل هذا المنطق باستمرار إلى أيام رسول الله وإلى يوم الناس هذا تقريبا. أيها الإخوة، هكذا، هذا منطق أعداء الحق وأعداء الحقيقة، أعداء الإيمان. لكن القرآن الكريم وهو كتاب رباني كامل تام متكامل شامل، لم تفته الإشارة إلى أن من رجال الدين الزائفين المزيفين أيها الإخوة من تسلحوا بنفس المنطق الخائب هذا الخاسر، وجعلهم الله تبارك وتعالى من الذين يصدون عن سبيله ويقطعون الطريق على عباد الله. إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. ولن أقول إن كثيرا من المشايخ اليوم، سأقول إن من المشايخ حتى يقال عندك دراسة، عندك إحصائيا، وأحب أن أكون علميا. سأقول إن من المشايخ اليوم، ولن أقول إن كثيرا، من يأكل أموال الناس بالباطل ويصد عن سبيل الله، فلينتظر عذابه إن لم يتب توبة نصوحة. يفعلون هذا تماما. والنبي طبعا للأسف الشديد أخبرنا أننا سنسلك سنن الأمم التي كانت إيه قبلنا من اليهود والنصارى، سنفعل مثل ما فعلوا، وها نحن نفعل ونصدق كلامه، نأكل أموال بالباطل ونصد عن سبيل الله، ونصد عن سبيل الله، ونقف ضد مصالح الجماهير، ضد مصالح الشعوب من أجل حاكم طاغية. على فكرة، لما لا يفعلون؟ لما لا يفعلون؟ طغاة الحكم وطغاة الفكر بنية واحدة، عقلية واحدة، مزاج واحد، منطق واحد، وسائل مختلفة، وسائل مختلفة. كيف؟ طاغوت الحكم الطاغي الحاكم الطاغي يقول لك: إن لم تتطابق معي تماما قطعت رأسك. طاغوت الفكر يقول لك: إن لم تتطابق معي تماما كفرتك وقطعت رأسك، لكن بفارق يسير. طاغوت الحكم لديه الإمكانية أن ينفذ تهديده ويقطع الرأس فعلا، يودعك في السجن 20-30 سنة بهذه التهمة أنك تختلف معه، تنتقده، تمس جنابه الإلهي، والعياذ بالله يا أخي، شيء مخيف هكذا. لكن طاغوت الفكر، ويا لأسفه الشديد المسكين، ليس دائما عنده إمكانية أن ينفذ تهديده ويتحصل على هذا. هو قال: لو كان الأمر لي لطهرت البلاد منه. بس الأمر مش بيدي يا خسارة، ما عندوش جيش وشرطة مخابرات يذبح كل المخالفين. إذن هؤلاء طواغيت أيضا، طاغوت الحكم وطاغوت الفكر لا يتقابلان أبدا أبدا، بل هما يتآزران، يمشيان سوية في نفس الخط، ليس طرفين متقابلين، هما طرف واحد. ما الذي يقابلهم؟ الأحرار، البشر الأحرار، الناس الأحرار يقابلون هؤلاء وهؤلاء معا. وعلى فكرة، لا يمكن التخلص من طواغيت الحكم إلا بعد أن نتخلص من طواغيت إيه؟ الفكر والأفكار. انتبهوا. طبعا بعض الناس يقول: يا أخي لماذا؟ لماذا تنبش التاريخ؟ قال: تنبش كأنه غير منبوش ورائحته فائحة، غير منبوش. وعلى فكرة، مما يغيظ، هذا يغيظني بشكل شخصي ويحنق، مما يغيظ أنهم يمجدون التاريخ تمجيدا. معظم دروسهم الهزلية هذه والمسرحيات الفضائية هذه قصص على فكرة وحكايات زي ألف ليلة وليلة يعني، بس ألف ليلة وليلة إسلامي يعني، طراز إسلامي،
وراحوا اجوا قطع راسه وعملوا سوالوا قصص قصص يحكون قصص جميل. نحن لسنا ضد القصص، ما في مشكله، لكن هم يمجدون التاريخ من الجانب الايجابي كما يرونه، والجانب السلبي اسكت قطع الله لسانك. معناها المصيبه الان مش فقط الصحابه معصومون فقط، لا لا، الامه كلها معصومه يبدو، تاريخ الاسلام معصوم، تاريخ الاميه وتاريخ العباسيين وتاريخ المماليك وتاريخ الاتراك، التاريخ كله معصوم، ممنوع ان تتحدث عن شيء يشين هذا التاريخ. ثم يقولون مزهدين في درس التاريخ، لا 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 لا، انتم تحبون التاريخ، لكن تاريخ المخدرات، الماريجوانا، الافيون، تاريخ الافيون لا تحبونه، تاريخ النقد والوعي والدرس والتحليل واعاده الفهم لا، محرم علينا.